يقول أكذب على والدي حتى أطيع أمرهم، وإذا علم أن لدي شغلا لا يكلفوني شيئا، فأحيانا أكذب فأقول اعتذر الشيخ عن الدرس لأطيعهم، فهل علي إثم بالكذب؟ يعني ما في داعي للكذب، يعني تطيعهم بغير الكذب. تقول أنا أفضل أن أبقى معكم، أنا أفضل أن أخدمكما، خدمتكما أفضل من حضور الدرس، ولا داعي للكذب. لا، ما في داعي للكذب أبدا، لا يكذب عليهما ولا يعودهما أن إذا علم أنه كذب عليهما لا يكذب أبدا. لا تنال طاعة الله بمعصيته سبحانه وتعالى، ننتبه لهذا الأمر.